تبارك إلهنا كل حين الآن وكل أوان وإلى أبد الدهور آمين. سيداتي سادتي إخوتي أخواتي، عندنا اعتراض أو استفسار بحسن نية طبعا، إنه قوم يقولون لا يجوز أن نقول للكاهن أبانا أو أب، ولا للبطريرك مثلا أبانا أو للأسقف أبانا ورئيس كهنتنا. طبعا الاستناد إلى كما كان يقول الأنبا الراحل قداسة الأنبا شنودة الثالث إنها آية يتيمة، يعني فقط هذه الآية تقول لا تدعوا لكم أبا على الأرض، لا تدعوا لكم أبا على الأرض. النزاهة تطلب منا إذا أردنا أن نرفض لقب الأب للأسقف أو المطران أو البابا، فيجب أن نرفض هذا اللقب لكل والد من والدينا. يعني ما بصيرش تقول له يا أبي يا بي يا بابا. ليش؟ لا تدعوا لكم أبا على الأرض بشكل مطلق. إذا بدك تأخذها بشكل مطلق بشكل حرفي بسلخ حاشا وكلا الآية عن سياقها. The text must be read in the context. يجب قراءة النص في السياق. المسيح يقول لا تدعوا لكم أبا على الأرض، هل يقصد لا تدعوا لكم أبا من الرسل وخلفائهم على الأرض؟ لا، لأن يسوع يخاطب الرسل، يقول للرسل أنتم أيها الرسل لا تدعوا. أول شيء المسيح يخاطب الرسل، لا تدعوا لكم أنتم أيها الرسل أبا على الأرض. ممن؟ من الكتبة والفريسيين. نقرأ أول فصل، قال يسوع جلس الكتبة والفريسيون على كرسي موسى مهما قالوا لكم فافعلوا ولا تفعلوا مثل أفعالهم، لأنهم يقولون ولا يفعلون، يكدسون الأثقال على أكتاف البشر وإلى آخره، ويحبون التحيات إلى آخره. إذن الكلام ليس عن الرسل، ليس ضد الرسل، بل الكلام هو أن الرسل والمسيحيين يجب أن لا يدعوا الكتبة والفريسيين الذين هم طبعا أهل العهد القديم، يجب أن لا يدعوهم لا أبي ولا ربي، يعني يا معلمي. الرسل فهموا تماما أن يسوع لم يقصدهم، بالعكس الرسل بكل وضوح بكل جرأة بكل دالة لقبوا أنفسهم بآباء للمؤمنين وحسبوا المؤمنات والمؤمنين أبناء لهم وبنات. القديس بولس يقول في رسالته الأولى إلى آل كورنثوس فصل 4 آية 14 وتابع لا أقول هذا لأخجلكم بل لأعظكم كأبناء الأحباء، لأنه لو كان لكم ربوة من المرشدين، تعرف خصوصا في كورنثوس الفلاسفة الوثنيين وإلى آخره، فليس لكم عدة آباء، لأني أنا الذي أنجبتكم في المسيح. يعني هنا يطالب بالاعتراف بأبوته. عندما يكتب مربولوس إلى فيليمون يقول لو أنا أكتب لك من أجل ابني أونيزيموس،
هلا ممكن ناس منكم يقولوا لي ابني يعني كان ابنه جسديا، لا، لأن نقول الذي أنجبته وأنا في القيود. كيف يعني في القيود؟ يعني في السجن. كيف بدك في السجن تنجب طفل؟ لنفتحن الرسائل الرعوية. أول بداية الرسالة إلى تيتوس الأولى، إلى تيموتاوس الأولى، تيموتاوس الثانية، رسالة إلى تيتوس دائما من بولس إلى ابني، إلى ابني الصادق، إلى ابني الحبيب، إلى دائما ابني ابني ابني، وأنت يا ابني ابني. شو يعني ابني؟ يعني أنا والده، أنا أبوك، أبوك طبعا روحانيا. إذا قلنا إنه السياق واضح، آية واحدة يتيمة يسوع يمنع فيها الرسل وخلفائهم ومعشر المسيحيين أن يستمروا في أن يعدوا الكتبة والفريسيين معلمين لهم. الآن معلمنا واحد هو المسيح، ليس الكتبة والفريسيين، ولكن المسيح الذي هو أبونا الجديد أعطى رسله وخلفائهم أبوة روحانية أعرب عبر عنها بوضوح الشمس. ولا تهرب من الآيات إخوتي وأخواتي والأبناء الروحيين، لا تهرب من الآيات. شفنا عند بولس، شفنا عند مين كمان؟ يوحنا الحبيب. اقرأ رسالة يوحنا الحبيب الأولى، أينما تضع إصبعك بتلاقي يا أبنائي، يا أبناء الصغار، يا أبناء الأحباء، يا أبنائي، يا أبنائي. طبعا الرسالة الثانية إلى كورنثوس يقول أنا يعني أفكر، في آخر الرسالة يقول أنا أفكر يعني فيكم، لأنه على الآباء أن يدخروا للبنين وليس البنين للآباء. طبعا مرة أيضا يشبه نفسه القديس بولس بالمرضع التي يعني تحب أطفالها محبة ورحمة من الرحم ومن الأحشاء، مرة واحدة أعتقد، ولكن معظم حديثه كأب. طبعا بولس رجل، ما فيش شك في هذا الموضوع. هاي شفنا القديس بولس، هاي شفنا القديس يوحنا الحبيب، وهم طبعا أقرب الناس إلى يسوع بالوحي الإلهي المباشر عن بولس بمعاشرة الروحانية بالتلمذة للسيد المسيح، التلميذ الحبيب، الرسول الحبيب يوحنا. الآن نأتي إلى مار بطرس عفوا في رسالته الأولى فصل 5 آية 13، تسلم عليكم المختارة التي في بابل، يعني الكنيسة التي في روما. طبعا بابل الوثنية هم الوثنيون، ولكن الكنيسة ليست وثنية بل هي المختارة التي في بابل. مين كمان تسلم عليكم؟ ومرقس ابني. طيب ابنه بالروح، مرقس ابنه بالروح اللي ربنا ألهمه الإنجيل الثاني، وهو فعلا ابن مار بطرس الروحاني وترجمانه. الآن في كمان آية أفسس 3:14-15 اللي لا تبدو جليا من الترجمات، لأنه خلينا نقرأ النص باليوناني. باتيرا، باتيرا يعني فاضر، أب، مي كاليسي تيمون ابيتيسيس، لا تدعو لكم أبا على الأرض. في عنا فاتيرا أب، وفي عنا على الأرض، ولكن ماذا نقرأ في أفسس 3:14 وتابع؟ لذا أسجد على ركبتي للأب الذي منه تسمى أونومازيتي، أونوما الاسم. ماذا تسمى؟ باسا باتريا، باتريا كل أبوة، every fatherhood، كل أبوة في السماء وعلى الأرض.
هلا ممكن تترجم بالعربي كله أبوة، كله عشيرة، كله أسرة، ولكن الكلمة اليونانية الأصلية باتريا من باتر، هاي لاحظتوا أبيس. طيب هاي المسيح بقول لا تدعوا لكم أبا على الأرض، ومار بولس بقول لكم من الأب كل أبوة في السماوات وعلى الأرض. هل في تناقض؟ ما فيش تناقض، لأنه السيد المسيح هنا ما بقول لا تدعوا لكم والديكم، مش والدك ما تقولوش يا بابا يا أبي يا بي، ولا الكاهن بعيدا المرة الثالثة هون أو الرابعة. هون يسوع يرفض الأبوة والتعليم من الكتبة والفريسيين وإعطائهم لقب الأبوة والتعليم، في حين أنه القديس بولس نفسه أيضا يقول أنه توجد أبوة وأكثر من نوع من الأبوة في السماوات، وتوجد أبوة وأكثر من أبوة على الأرض. هذه غير والدينا، غير الوالدين يعني الذكور الرجال الذين أنجبونا. الآن حلو ننتبه على نصوص أخرى. أول شيء أبوة الله لنا، لما نقول أبانا الذي في السماوات، طب هي أبوة روحية. إحدى الأخوات تقول لي طيب يسوع لما قال لا تدعوا لكم أبا على الأرض يعني ما عدا أبائكم الجسديين، لأنه هاي الأبوة الجسدية يعني خلص مفروغ منها، ما حدا بقرب عليها، أو زي بقولوا باللبناني ما حدا بدق فيها. طيب مسيحيا الأبوة الجسدية مقبولة والأبوة الروحية مرفوضة؟ أساسا ماذا الذي يعمل والدينا آباء؟ في فرق في الفرنسية، بعرفش بالإنجليزي والإيطالية، بين والد وأب. الوالد يعني طبعا، بس خليني أحكي من الفرنسية مثلا، لما بقولوا جينيتور، جينيتور يعني ينجب، رجل أنجب، أنجب هالطفل وبعدين أهمله، هذا بتعده أب. لا، في فرق بين جينيتور وبير، أو حتى أفضل بابا. ممكن جينيتور يعني رجل أنجب، بدناش نتكلم عن الحريم والنسوين، بكفينا في الآباء اليوم. نعم، شو اللي بيخلي جينيتور رجل أنجب؟ شو اللي بيخليه أب؟ هل هو الجسد؟ لا، العاطفة، العطف، العاطفة، العطف، العناية، الاهتمام، التضحية، ينتقل من منجب إلى أب أو والد. خلينا نيجي لما نقول أبانا الذي في السماوات، هل أبوة الله إلنا أبوة جسدية أم روحية؟ وهذا اللي بنفسره دائما للعالم الإسلامي، إنه لما نقول أبانا الذي في السماوات أبوة الله لنا روحانية، بنوتنا إحنا نحو الله روحانية. أبانا الذي في السماوات، على فكرة مش يا يهوى الذي في السماوات ولا يا ربنا الذي في السماوات. مثلا خلينا نتعمق أكثر في الكتاب المقدس. القديس يوسف لم يكن والد يسوع، لم ينجب يسوع، ماذا تقول عنه السيدة العذراء للفتى يسوع؟ يا بني لماذا فعلت بنا هذا؟ فأنا وأبوك، أنا وأبوك، طبعا إنجيل لوقا الفصل الثاني بعد الآيات 40، بعد الآيات 48 وتابع، فأنا وأبوك كنا نبحث عنك متوجعين. ليش ما قالتلوش أنا ومربيك؟ بل إنجيل لوقا اقرأوا من الفصل الثاني
وقت التقدم إلى الهيكل، ماذا يقول عن السيدة العذراء والقديس يوسف الذي ليس والد يسوع ولا أنجب يسوع؟ ماذا يقول؟ كان أبواه، كان والداه يصعدان كل سنة إلى أورشليم للعيد. أبواه، أي أبوة روحية. بدنا نقبل الأبوة الجسدية ونرفض الأبوة الروحية. قل ما هو المسيح قال لا تدعو لكم أبا على الأرض، معنى والدك أستاذ بتقول له يابا. لا 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 لا، الأبوة الجسدية مقبولة، الأبوة الروحية مرفوضة. أبوة مين؟ الكتول الفريسيين، تنساش بولس، يوحنا، بطرس، أو حسب الترتيب بطرس يوحنا بولس، على الأقل هدول سؤال عن أنفسهم آباء للمؤمنين. طبعا في أمومة روحانية كمان، أين نجد الأمومة الروحية؟ يوحنا 19:25 وتابع، يا امرأة يعني أيتها السيدة هو ذا ابنك، المسيح أعطى والدته أمومة روحانية للتنمير للرسول الحبيب يوحنا. هنا كما قال لي أحد الإخوة من لبنان، هذا شعور يا عمي مش لقب، شعور، شعر حاله إنه أب للمؤمنين، بس إنه المؤمنين يقولوا له يا أب. طب ما معنى الشعور من دون الحقيقة؟ أو عفوا، ما معنى اللقب من دون الشعور؟ طب ما هو هذا المهم، الشعور أهم من اللقب، صحيح؟ الشعور هو أساس اللقب؟ لا، في إشي أهم. من أين أتى هذا الشعور؟ هذا الشعور أتى من الواقع، وإلا بكون كذب، وإلا بكون وهم، وإلا بكون خيال، وإلا بكون تملق، وإلا بكون تزلف. مش بس شعروا توهموا أنهم أباء للمؤمنين والمؤمنات، لأنه الواقع في أبوة روحانية المسيح أعطاهم إياها، وطبعا تنقلت، تم تنقلها في الخلافة الرسولية. وممكن نعمل مقابلة سريعة طبعا في نهاية هذا الفيديو بين الأب، ليس فقط المنجب، الأب الروحاني والأب الطبيعي، لأن في عنا أبوة في السماوات وعلى الأرض، كل أبوة معنى أكثر من نوع. الأب ينجب، يعطي الحياة طبعا مع الأم، الكاهن يعمد، هي الحياة الجديدة، الولادة الجديدة من الماء والروح. وين هذا الكلام موجود؟ في يوحنا 3:1 وتابع. الأب يغذي أولاده، الكاهن يغذي الناس بالقربان الأقدس. الأب يعالج طبعا، يعني يوجه أطفاله وأولاده إلى الطب والأطباء لمعالجتهم. الكاهن يقدم مسحة المرضى، يمسح بالزيت. الأب يحضر ابنه أو بنته لبناء لإنشاء أسرة جديدة. الكاهن هو الذي يكلل زي ما نقول، يا أبونا يا لابس، يا سكر يابس، يا معمد الصبيان والبنات طبعا، يا مكلل العرايس والعرسان. إذا يهيئهم للمستقبل، ومبارك البيت الذي يخرج منه بيت، وإن صلاة الوالدين كما يقول الطقس البيزنطي تدعم أسس البيوت، أي أسس العائلات. هلا كان في سؤال ثاني برضه من إحدى الأخوات، طيب إذا هذا الكاهن صغير في السن برضه أقول له أبونا؟ نعم، لأنه أبوته روحانية لا تقاس بالسن. طيب والكاهن لما بيتكلم مع كاهن ثاني ممكن يقول له يا أخي في الكهنوت، ولكن هالأخ في الكهنوت بسرعة يتحول إلى أب لما الكاهن بحاجة إنه يعترف، لما الكاهن بحاجة إلى مسحة المرضى، لما الكاهن بحاجة إلى نصيحة.
لما الناس رفضوا الكاهن لمين لجأوا؟ لجأوا للمرشد الاجتماعي، لجأوا للطبيب النفسي، لجأوا للدكتور النفسي، لجأوا للباحث الاجتماعي، وفيش ولا واحد من هدول بيشتغل مجانا على فكرة. الكاهن ينصحنا ويرشدنا ولا يريد منا شيئا. شكرا لإصغائكم.